بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرى ليال ما أنت بشهر رمضان أيتها السديد سنة كون أفر بغل أفرتني أفر وحين بلاغنا برنامجك فتاوى رمضانية وشيخ الناشئ محمد عبد أمل ووجهوا بسؤالها رمضان تكوساب صن يوحيك أقلو المجلس الكواد إيه ما أنت قادم دونا إن شاء الله تعالى خميس والبا إيه جمعة والبا ونص عن دونا مركز غيرها بجمعة بريئة ويشرتو نتيجة دي يو أبو المرنت أردتك قيب بعضات المسابقة دي أسبوع كحي إن شاء الله تعالى خميس يو جمعة ونغن دونا يكو كلم بي إلى بشر رماتو سؤالها وحلو صدير كرا سيدي أول لو صدير كرا نمبر كا مساجد كا إبرتدو أفريتون صدح بغل صدح بغل يبيج كا مسجد كا فيسبوك مسجد كسيس كا ويا سؤال شكواد شيخنا قولنا وحي الله السلام عليكم وحن شيخ ويدينا يا وحن هاي هو يهي ستويل كرا سيديد بلود ديقا ومشاويقو ديغا ومشا وحي غا سعودي وقتي بدن مركا نختار اتغي وحا لايغو يري وساق اياكو بجرتا كنين ايانا لايسو غري هدان ديغا كاقو بيستو صدح الى افر بري ايو ايغا مغنادا هدانو ايمان ايا وحا لايغو لاي هاي صون شانيتون بري اه رمضان نو سودو يهي صلاة يصون كا سيداك يلا بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤال شاسي لو فرع بلا ذهي ولو قيبوت بك قوتا قيب وحوي ضمرك أم له مدة لو أقول يهي إني تشوغان وي أموش أوفر ديان وي صلاة يصون ككتغان مدة لباد نوحوي وفرع لباد او يهي سلاة غيب تيد لباد ليه قصون نغ نغان إياه سدح بري كدب أما أفرك بدي كدب هدو صون نغضو أيضا نحوك كدب حوي مدة هورة جواب تيد وحوي xulimadu say u badan yihiin ahadiistana ku sugan muddada ugu badan ee dumarku ay joogi karaan oo dhiiga dhalmadu uu hayn karayo waa 4 beri waay waxaana tilmaamaya xadiidka ummu salama zawj nabi sallallahu alayhi wasallam waxay tiri kanat an-nufasa tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 40 yawman dumarka dhala waxay fariisan jireen oo dhalmada ku jiri jireen waqtigi nabiga sallallahu alayhi wasallam 4 bari hadithkaasi waa xadiis sahih ah weey sidaasi 4 bari ah ayaa waxa qaba saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam bal wuxuu leeyahay imaam at-tahawi alayhi rahmatullah lam yaqul bi 60 ahad min as-sahaba wa inma huwa qawlu man ba'dahu yaani tirada inta ka badan 60 bari inay sugtaa taban wa madhabka shafiiciyada أحد صحابة كم إذا مدهم بوري لكن دات كدن بيه باقبا مركا صحابة وحي قبين أفرتنك مذهب كاسي أيوحو يا مذهب كعلمضو أيو بضيهين وجمهور توضو أي قبان إن أفرتن بري أي تشوغيس أفرتن بري وحي كدن بيه هديو ليكو سيتشيرو محي سمينيسا علمضو بضن كود وحي ليهين wixii ka dambeeya 4 bari dhiiga socday ma aha dhiigi dhalmada waa dhiiga loo yaqaan ama dhawr furanka ama dhiig furanka ama waa dhiig wasakha ee dhiigi dhalmada ee ahkaamti salaad iyo soonka looga tagi jiray ma sidaas ay u badan waa qawlu akthar al fuqaha tayib taasi waa madhabkaas waana sida saxooga badan madhab kale waxaa jira dhahaya may lixdan bari bay sugayaan
وأنا ماذا كي إمام الشافعي وحين أودل الشنيان تجربة ده يعني وحى على أركيب إليه إن دمر لحدا بري دي كذا المدو وكسره هذه مركا ومددس عن شجني ودي وكسي هذا هذو كسوة هجاجو عدد هذي ودي قاسي أفرتن كبري كذب صباحي ونقد دي كي عددها ويسوق يسا وهذانا دي كي عدد ترسانيس هذو سن دي كي عدد أهين ودي كسي صعدة أوي هاي مركاسي معها دي كي دلمض معها ودي كفاسدة وأنا استحاضة ويعني دور فرن ما دي فرن ويتكن ويصومي وعبادة يسن نك إذا ويسأرك كران وين إصداهير نس قيبتها سوى قيبتها رأي قيبتها لبعض هذه عدد أي صون نقطة أفر بري انتهي قوضة أما سدح بري هذا نصون نقطة على خلاف العادة سيكد ونسيدي هوين دي اسكت تقاني ما حي سمي نسا أيضا جوابت هذا وحوي مربها دور ليقو قو أيو وقت قو مقنانا يهوي راتي وانتو قوه هذا نصون نقطة أيو ليقاس وليقي عددها سدح بري هم قنادو أفر بري هم قنادو لب بري هم قنادو مر هذا ينتو قاه أي وايسو كدي بنا وصان قنيو مددا وكم قيا هنا وطاهر مددا وهينا ليجي عدد هاي طبعا تليج عدد مركو هيو صان كيا صلاتي ويكتجيس مرك اللي ده هذا ليجي متشرنا وطاهر نادو ويصوم إسا أوه تكني سمعنا أنت بدنا وحاقو كنا ليك عددي أيه وين يدل هانشر شيء أنت مع الماضي وهانشر شيء وقتك وكو إيمان شيء أنت بدن إني مددهسي أي قرم مرتوا وريرو ليكو أسباب بدن بوليه حنون باكينا عذر باكينا دواين باكينا وحيال بدن باكينا لكن لو قرب وحلا فيرنا يا هدوسن ليكو مربو مستمر أهين هدوسن شوك تأهين ليك أسي وليك عادة مدده مقناني مدده صان قنايو لفيرين ماي هدو شوك تي هاي وسن مرنا جو أينين مركزي وديك استحاضة دوار فرن أم وديك فرن أحكامتي وحيلة ذا مركا سيدا دو مركا ظاهر كوكالي والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ الله كبار المريو سؤال شلبات السلام عليكم شيخ هو يدي بعدماتي وحانا لقول لها الصوم مراشين بان كبحيا مساوان كصوم حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم سيدا قصوغا من حديث عائشة أو مسلم غير كأي صوص أرين نبي محمد صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه روحي الدنتاء سوى الصوم لقول يا هاي روح حكتدي سأباك السومي مركب حديث تقصى أروري وألقى السومي انتهى لقب بحيو حديث تقمص أرورين علم دقار كود بهاي لهذين وحكو صار ولا حديث وحوي هل قصومه يا كصومه يا قرابة دي ساكسونيس والله أعلم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤال صدحاد شيخ سائل كم حلو يا السلام عليكم شيخ وان سلامي سلام كذب شيخ هدي قفك انتو سندلن لا قري جنو اما النار كو قليو محي ترسى عبادة وقارهان صونك يا صلاة سوز كبدين كرو بالارين تاس اغا جاهل بح سؤال شالف تدا وحل ويدية نبي جن صلى الله عليه وسلم والحمد لله إنه الرسول كعدي صلى الله عليه وسلم ولي من مناسبات كل الدوان برسول كل ويدية صلى الله عليه وسلم صحابة كل الدوان وي ويديان وحكم إذا حديث طبعناها كتب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وحيري نبي صلى الله عليه وسلم جنازه شوقي أصب معناها شوقي فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض شيء قاتم كاسور لك كتر ترقه لك ساوق قرعه مركز النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة مجر أحد إذن كإذن كم ذا إلا ميشو نار كجلها أما الجنة كجل لها والقري وأرن هري أولا ماضي انت امركوا النبي صلى الله عليه وسلم بصحابه واحدا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل مربه دوح والبهرين لو قري توحي الهي انه قري ما نسيه تلقلو وحي انه قرنا ما نكو تشن او اسكتل سارنو عمل كان يدذال كان ما اسكت دينو
أربادي وحي قرية تمحن كده دالي نوى مركز النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له عمل فلا ودالة روح والباء وحي لا أبو ريب إلهي أفضضينيها مركز أبو سيشح النبي صلى الله عليه وسلم وحويلي أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة روحي دتك الليباني كم يضو الشنة إلهي أقول تلقى لي عمل كأهل الشنة إلهي أدونك أفضضين سأل الله فضضين يا عمل كأشيتك سأل قاتين يا هدوية دتك النار لو تلقى لو قرينا أدونك وحلو فضضين يا أما لو فضضين يا عمل كي دتك النار تقلي أي سمين لها يا سمارت مرك وحوي كل وافض ضين واي مرك الله تبارك وتعالى الضوء والباء وحو أفض ضين يا أما كف ضين يا وحي وأبوري وحو أقري سيرس دردت أرين تاسي أرين إذنك إذن تعمل لما يدداله واي مرك النبي وحو أخري صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسره لليسرى مرك تيسير واي سيدنا النبي وجواب صلى الله عليه وسلم جوابته رسولك صلى الله عليه وسلم وجواب شافئ او كافئ ويونغو فلانته صوت وحوي هذه لسي بيانيو ان ادنك ادونك انتو جوغو شغله ان ما هاني واظن شقين واتفكري وتدالي قعمه انت الله وتمل سيحن ميس صوما قصب وين هذا وش قيس وين هذا هو القبض وين هذا دهش وين هذا وحلت ماد وين هذا فكرته أصدق الأسماء همام وحارث وعي من هذا ك وحلقت الماء ما وحى أجر بدن إنه يهاي فكر بدن يهاي همي بدن يهاي هذانا شق بدن مر بهذا شقين يسود الميل فريسين لو قعمه لابنين خيار بالوجسيه لو ذي كدنا والوجوك على شجعي أما كاقد أما كاقد مرك أدي مركو كوتا لا أما إلهي أكتي سواحا كقرانا يا إلهي هول أو كو شيغينا ما هول أدي كوتا لنا ما إساقي سيروتا إساقي وقرصونتا عيدنا وما كشفينين واحد مركو اللقو شيغينا وضوربا أدن كهينا داتنا هذا ما نساقا تشادو وما حالقو قرأتكو تشتي يا ما حالقو قرأ ما كان لقو قرأ مثل نار بالقو قرأتكو تشتي مركو سؤال شاسي وحوي جواب النبي صلى الله عليه وسلم كفلان هدينو سيعة دينو إسلا قاعدة اللفت هذا هدان الدنيا ده إنه أدلي شنو فساد بدن بإيمانه عمل كاجا آخر أو كذي أدون كاجا أو يمو رزق أدر هذه نيس يا عرور تدر هذه نيس يا الدلال كأد أدون كأوجد شرتو يسقوا وقرين مقرين مش مقر ها وقرين سما طيب محل أرد مش وانت تقع مه الله بتو إسكس يا حتي ذو هذه وميش هذا شو عرور نهشد حولنا هشد ككل سوناتي وحي إلهي كوقر أدون كا أنت سكت الله صاره ثم أسكت فريزت ملوه كريا ملوه كريا وأرد أيضا وحي قريه طيب مركي آخر اللي ما دم حي كتير مركي إنا ترى هذا إلهي بوحي قر وحي إلهي قر ما كنت رجل الدنيا ده أنا إسلام نفس الشيء هذا ضرع ذوي فسادي آخر هذا ذوي فسادي هوش المركي هول إلهي قرصدي ويه هذه الدلال بالله فري خيار نوالوسي والله أعلم. جزاك الله خيرا شخص سائل كان وحول لي السلام عليكم شيخ الله كبرك يو عافيمات كان الله كوسي يديو شيخ قرآن كلا آخر يوم رمضان كا ما وحى فضل بدن ختمات كا بدن مساء إن لقته دبرو إن يرنا لآخر يوم. وسؤال مهم بش رمضان عبادات كيدا وهوين بكمتها قرآن كإن الآخر يوم والله خاتمة وبشي قرآن كسود دقي قرآن كإن رمضان وحاكا نحي علاقة خاصة لكن سؤال جوايتا قرآن كمكان أخرين إنه ما إنان معناها أوفير صنون ترتيب معناها روحنه والتدبر كفضل بضن إنت أخرين يسهب إسكياراته مثل إن هذا المعنى هذا سيفير إننا أقوم بتصطو أنت آخر ناس وذي أنت أصغر ختم تافض لبنا لا بد حاله كيف فض لبنا
هذين نلا أنك تشوفانه بعد تفصيل تحوجا ففاين دراد عن قلين دونا هاي الوارن مهم والله بهي مركب كوباد هرتا عدة للي هي متدبر كأوفض لبدن مسئينه بديوح أنتوا آخرين يا أوفض لبدن عدة سؤال شاسي خصيصه وعدة فهمي سقران كمعنيه لأن التدبر كسيدي سبع وحوكوسة بسيئة هي معناها إنها تفهميس روحا معنى ما فهمين وصيدي صماليد أبضان تهيا وقرآن كاللفذي يصون أخرين إياه إساقا أمتها الله سؤاشا اللي إله هذا ما التدبر بها فضل بضان مسي إنتا عن أخرين إنا مبندياء فضل بضان كا إساقا وحا أويها هذا التدبر ما بسامين كرتد بها سيدة أصدر هذا هدباء علماء وحيليهين ابن جرير الطبري شيخ الإسلام ابن تيمية وحيليهين ومستحيل روحا معناها فهمينين إلا إلى التدبر لأن تدبرك حروفتك وما صاب سنة ألفاظك وما صاب سنة تدبرك وحكو صاب سنة معاني ذا ألفاظ وحنبار سلطة سيدة أصدراد روحا معناها فهمينين إساقوا قراءة الصحية إساقوا إنو وحو أخرين كرب بضياء وفضل بضان كأصل سيدة اسمه لبات قرآن كمعني يسو فهميه كاسا سؤاشي سوح إيماني سامر كما إنو تدبرو قراءة إنتو أخرين هواي راتا فضل بضن مسا إنو بضيو تدبكو هواي سكي راتا كيا فضل بضن كاسو سؤاشي روح يكو صاب سنان كرتو معنا مسألة دانا ومسألة إسكو خلافين علمضو موحا فضل بضن ترتيلك قلة القراءة مسا وحا فضل بضن السرعة مع كثرة القراءة كيما فضل بضن وإسكو خلافين علمضو حيو بضيهين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مذهب كودا أها إن ترتيلك القرآن كولا ترتيبيو يمعاني ذو لتدبرو إنتا أخرين صحابة يراتي إنا كفض بضن تهي إنا إنتا تدبرك كتكتو آد بديسو إنتا أخرين تدبرك فض بضن ساسي صحابة قبين وانا سيدي علم ذو بديه وحانا كنتو سياء أدلة دورة بخاري وحو وريي قتادة وحو كورينيا إنه ويلدي أنا سون مالك ووحو كويري قراءة النبي وقرآن كأخرين شرسي أهان شرسي وحو كويري كان يمد مدا نبي قراءة ستاقد بأهيد وطاقد شري ومدد شري وترتيب شري إذك دك ماهين عبد الله بن عباس أي الوحو ويدي أبو حمزة الليلة وحو كويري إني رجل صريح القراءة وحانا إنين أخرين تيسو دك دك بدنتها وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين هبين بالغية وقرآن كرب بينك وأخرين أما لو قهر بين أخرين هبينك قرآن كرب بينك مركز ابن عباس وحكويلي لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعله هل السورة إن أخرين أنا معناها روحية أي إيد أن تبويلي سيدة وحو أخرين سنة وأخرين فإن كنت فاعلا بويلي ولا بد هذا كل يكل بدتشيني القرآن كآخر سكيسة فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك هذه بل ما جرب أي دتشيني آخرين تاع آخرين يس دكت هذون هم قشوا قلبي قاعدون هفهموا فهم الآن همرنا بها كديك ساسو كيل سو عبد الله بن عباس ما عبد الله بن مسعود سيدو كليتو على القمان كريدي سير أرضي كيسة هباو وحو أهانين عدم عن مركز عبد الله بن مسعود كد الأخري قرآن عبد الله مركز وحكيري رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن ترتيبي بويري محايا لقرآن كقروح ديسو وإنا ترتيبي سو معناها نروح ذو عبد الله وكيدي تري عبد الله بن مسعود لا تهذ القرآن هذا الشعر سيدا قوي قال الله دل دبيوك أو الله تري الله يعيوك لقرآن كو يعيني قرآن كعجائب تيساك استاغا قلبك كودا قاتشيا هم بيجي سيو هم بيجي نيوصل نقول إنه صورة آخر كذا كان لم يكن هاي سنة إيه معناها الروح أنت صورة الوحيد المام إساء ماذا بكي صحابه إنه أها إنه القرآن كذا دشنتي إساء كدور بيد شرين إنه معناها الروحان هاي لي مقصود كقرآن كله صورة شيء وإن لفهمه لتدبروه لفهمه لقنا عمل فرق أما تلاوة هي حفظه وحي وصيلة أطهي معاني ده سأسترد إبدا السلف وحي ليه جرين
نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. القرآن كحل لوز ودشين لغو نقمه ولا فهمه لغو نقمه مركزي أخرين تيسكلي عبادة كدكتين ضدك أرين كاس مركز وحويان ومذهب كهراء وصحدة وأنا هديق النبي سيدو أهانجر صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها ترتيب أخرين ترى إلى الصورة دا أي صورة دا كدير دير إيادة أي كديرات يعني وقت وكوق هذا نيء صورة قام بأخرين يكو إيادة كدير دير مدة كدير مدة وكو وكوق هذا مدة كدير بكوق هذا ترى صلى الله عليه وسلم قراءة وترتيب ترى سيدنا سمركوا سيدنا علماء بدينهين إن أدحوك سارته فهمك يتدبرك يمعاني ذو طوحده كل ما أنت يكون فضلاتنا الأخرى واسيدة شك ما لها ماذا بكي صحابة أواها مقصود كقرآن كله سودكين أواها سيدة وحق خلاف سن شافعية أو يوح إليهن قرآن كأخرين تيسو الله بديا فضل بدن دلشنا الحديث عبد الله المسعود من قرأ حرفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني حديث كاس دل مركب حيلين إيهو قراءة إن لبدي أفضل بذن وحكى له إليه عثمان بن عفان قرآن كرم حكو أخرين جرى رقعة هل رقعة آثار كالو السلف كانوا سوغان ويسو كوريان لكن آثار تاسي كل جيد لقام قادنا إن التدبر كتاكي جرين محايا لقرآن كأول التدبر مع أخرين تيسو ضدك ويكوك للدوين ضدك غير واحد جرى أيهو عرب فضوط وعرب كود فضود يهدنا معاني ذا الروحي ذاتك قارنا إلي ترتيب وأخريان مويان معاني ذاك اللميس ولكن ذاتك ويكال الدويهين ابن القيم عليه رحمة الله في النهاية مسألة ذا مركو آدو نقاشي وحكو الرجحي لبضو ذا من بدنا عبو أفضل بدنيه وحير إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا ورانك إنا ذا أخري ذا معانيه روحي وتدبري أياك وين قدر أهان نصريس وثواب كثرة القراءة أكثر عدد قراءة إن أدبدي سنة لنك تراضي يضرك بضنطه لنا عنا تراضي كبضنطه لنا عنا تياضي كفي عنطه مركة ترى يتيسو مكا لجراء أخرين تبادي نوات تراضي حقاسا أجر كائما معناها الروح نوات تيادي وإيادا حق قدر كأي معنى هاني أجرهان بصريسا مركزو مثال كبحي وحيدي فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة كهراء القرآن كأخرين يتدبر يمعنيه سوحو كدقية سيدي الروح بحصدي جوهر آد أوين أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا أما حرية أضون قيمه سو آد قال أويه كاواكي تدبره ككلنا محلم ديهاي كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم العك وصل قيمه هذا آد وسي بدنين أو فربنا نبحي أو كلو كدقي يعني كسيك الهدي لو يلا هذا حاجة كدقي أنت نين كون دولار بحيه إيو إيه نين بحيه لبا محو هاي لبا مليون وشين صومالي صور نحن التراضي أقوم بدنين إيه نحن التياض وصوم بدن سيدا سو كلو ابن القيم عليه رحمة الله يكون مثالي المهم مقصود كأقوم مهم سني القرآن كوحوي وين معنيه سلف فهمه كاسانا فضي بدن وأجر بدن كاسانا روح السامين كله حتى بعد رمضان لأن قلبي يجيبه بدليا روح النولوش يسين وبدليا لكن ألفاظ كلية قرآن كإنا أخر داي اسبدل روحك وما سميس لأن معانيني بما فاهمين بها تاسا مركا وحي مسألة التفصيل كاسا كتشرة والله أعلم الصواب. جزاك الله خيرا شيخ. سؤال الشناد سؤال كان وحول يا شيخ محيكو كلا دوينهين صلاة الشروق يا صلاة دحضة صلاة الشروق وصلاة سنة أولدتو كذو مركي قرر حضو صباح حضو وحيرنا يكرو سوك حضو وحانا كوسا أروري حديث كأنس وحو رسولك صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة روحي صلاة الصبح تكذو جماعة كتكذو كذبنا فرديو ماشي يسير فرديو يسقو إلهي حصي إله قرح الصبح كذبنا مركي صبح الله ورق عدو تكذا وحوهيلي يا أجر روح حجي أم عمره يستيق أوكلا حديث كاسي سيحادي سالسكو خلاف سيهاي لك شيخ وحولي الترمذي وحسن شيخ الباني يسيد أوكلا شعيب بن وحليل وحسن
هذيل إذا حديثك هو السجية هاي لبذا رك عدود نمشروع النقدان سؤال شو واحد تاعي لبذا رك عدود هرت واحد لتكنيا مركي قرحد الصوب بحد ما هي ومركي كرو صوب كعدو حديث تكلا قيد سقيد الرمح ورن قدر كيس مركي كسو كعدو دولك كسو كعدو يعني ما شيء كم وقت كرو صوب تقريبا العلماء ذو حيكون قدران وحي كبدا 10 دقيقة يعني مركي شروق إنه قرن ساعدها كقرن أما محوء هاي الله المساجد هرتوضي ألا كقرن ساعد الشروق كقرن أي واحد قدر يسا ويران 10 دقيقة شان يتون دقيقة لباتن دقيقة مركا كدبا تكنكرتا لكن مركا يساء الصباح هذه أتكتو وقتي النهي قد كهكت النبي يقول صلى الله عليه وسلم قل رحض مركا يصباح يسو تكننا محايا إلي الشيطان با السجود مركا سوكالي مركا يسير لعيسو قد كسي قلي سنة تكننا محايا إلي الشياطين تا السجود مركا وإن أتكدب لكتو سيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤال شان واحد تمركا لو وضع رك عدود من الضحادي بكمدي لأن وقتها وقتها يسوق اللي سالاة الضحادة سالاة البرق إن قالت تكنتري وقتها وقتها صوب الله بنيا لفت هذا مركا من الضحادي بكمدي هنا لبضا رقع عدود مسوا سالاة كلو كما دحبرنا عن جوابته وحوية سالاة الضحادة كمدي هنا محايلي وأول الضحى برق إن كي سالاة اللي تكنتري بالله قادي باتكتي لكن أجر قوري إليه هنا وقتها هره هذا تكتو صفات كحديثك شاغين اد كنتو كتو اجر كاسيلي حديثك ما تكشب سو شيغ حديثك وحو شيغ ان الصلاه دي صبح جماعه كنتو كت وحو شيغ ان ميشي فديدي وحو شيغ ان انت الهي حسيسي انت مركا اسكو درتو ورحد مركا سو بخدنا اد تو كتو سو كور نوقتو مركا سان اجركو ايمانيا مركا زياده داسي لدهرين صلاه الضحى كله لكن صلاة الضحى كم يديهن سداسة علماء التلماميان والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا سؤال الحاض سائل كان حولي هاي شيخ أحن ويدينا يا أحن دقنا هاي قريقة مسجد ككوركي سكويا لا ما يبنى أنت هاي إنا صلاة ها إمام ككحرتو أنا قريقة يجتشوغا أما حفيسك يجتشوغا مسألة داسي إمام كحقيا لقا قحران كرا صور بيلاد هاي حالة كلا دوان مدول بان قوني وتلمان مده روحوي إنه روحو مسجد كقيبه سكلا دوان وكتو كنيه دبقية دي سصارة أما دبقية هوسة وكتو كنيه لكن هو إسلام مسجد كي إسلام اسمه مساجد كماشي مسجد الله تعالى كليه كنوع عصو كلاة صلاة دي سوي أصحي سا إمام كيسان وكوحران كرا أما إمام كها أركو أما يوسان أركن أما مأمومين تها أركو أما يوسان أركن ما دام هل ميل أي كوة التكنة يعني إساقي إمام كيسو مسجد نؤيه ماشي صلاة الله قطل قالي أؤيه وكوت حران كرا إمام كيسا لكن وحا شرطي أين الله صعون كرا أما عد كيسي مقلي أما صورة دي ساركي وين الله صعون كرا معنا كاسوا مسجد كقيبيه سكال الدوان أكل السرّيس وأكل هوسيس. صورة الله بعد وحوي إن الروح مأمون كأو كبحسين مساجد. أما ما هي اسم مساجد كركي سو جوني أو اسم الله دجان لوجو تلاقي ومركا كون نولي هاي. هل كسو شوغو. مركا هدي إمامكو وضد كقاضي كرو. ومس وحدي لهدو مساجد وضد كقاضي كرو بناية هاي. إن هل كا اللي جحده إمامك صح معها. مساجد كواينة صوكشو بنان كاتيس جوكشان واينة صوكشو كره دا شرطان واينة صوكشو ماشي صلاة اللوغو تلق قليبا بنان لا أنت يدمرك صلاة دي كاقما أصحيسا إمام كانو كمحيلا كريتيس طيب لأن واجبك وحوي إمام كاقمرك اللدتو كانيسا وإن إدادكو ميل وذاتشوغان طيب مكو في الأنكلية تعد كيسان مقليا علماء قال كم إذا الشرط وحي كردقان إنو إمام كأركيو أما دتكي كده واحدنا أركيو، لكن أركتي داسي محق بدني ليهين، ما دام مال وكله تكون هالمسجد، إنه أركي لازم معها. طيب، تانا وحويان هدو إمامك كبحسي مأمومك كبحسي مساجدك، مركزي وحويان مساجدك ونقادي كريو بنايا مركوا إنه يماجو. صورة الصدح هذه وحوي، هدو مساجدك مال كواي، مساجدك بنان كيسنا كنت كنيه.
إيدنا إمامك وكحران كرا لكن وإن صففك إمامك كحرنا إمساجك بنان كيسا كنتو كني وإن يسوق قاري يعني سقا يعني مثلا مساجك بدأت كحرير يكون نغضي وحين نغطى وضوين كإن لغتو كذو صففك إما إستبايا لا حتى صففك سيكو سوق قاري قوري قاقب هاتي وإن كنتو كني مركا سوق نحدي صباح هاتي وإن كنتو كني مركا صففك إمامك كحرنا مركا كسوق قاري بنان كتشري مركانا واللغو دب حران كرا محايا إلي dad kaasi imaamka ku xiran banaanka jiray isku wada xiran ee sufuufta ah ayago imaamki la joogo kale ka dhigan yihiin tayib masjidti ayago kula jiro kale ka dhigan yihiin tafsiilkan waxa mas'alada loo kala qaaday oo madhabka shaafiiciyada imaam ahmed ay dooranayaan sheekh ibn uthaymeen iyo culimada kale daba tafsiilkaas markaa waxaynu ka fahanay in masajidka korkiisa dagan tahay masajidka inaad soo gashmo iyo gurigaaga kaga xiran kartid salaada مسجدك إمامك قام حرك كرت، وكذلك هذا إمام مساجدك درس لطهاي، أيضاً كم حرك كريس، وكذلك إذا عدى أنت دارت حرمك كم حرك كريس، وكذلك التلفزيون كنت دارت إمامك كم حرك كريس، هاي نسكمل متشوك ده، وده بعد كور وقت قري، رسالة وكبر نينا يو إن تلفزيون كإمام يضل يحرك كرت، علم الوحيد هذا فساد ككر لنا يه. waxay iimaaneysan walba gurigiisa intu iska joogo sigiska looma baahnaa marka xaramka waa in lagu xidho oo yaa isuu baa marka soo jamaacadii lumay maj fasidiyada ay kamid sidaas daraadid mas'alada tafsiil ka sa ku jira iyo faahfaahinta wallahu aalam jazakallahu khairan sheikh su'aasha todobaad su'aalka wuxuu leeyahay sheikh salaada subax masaajidda aadaan kooda uu kala dambeeyaa أنا عم تعرفك كويس تهدو مد أدم حسن يا حلقة صحور تلو. بس أنا ذا وقت جا لأفريقيا يو وقت جا محو هاي عم تظل تشوتشين يو أنت بقى شرعة ذو حيوصة ميسة علم على موي على موي إنك شرعة ذو صميسة أنت اللي راعي كر اللي هيلي كر اللي راعوها أفرك أنا وحيوصة ميسة قرحة ذو إني لعذو الله بصدق. أفهيس جنا وحي أصم يسي إن واجو بريه وفجر كذنب ودلعه واجو دلعه هدي أي سرابي وإذا سيد مقالوا إن كواوين وكله وإن لا أركب أي سرابي وإذا علامات كشرع عضو بكتي مركب حال الرأي كريا شدوا اللذا أي دشيان جهوي إن كلجو كل صوي مساعدها أما يعني واحد يده هذا محوه هاي شدوا اللذا لكن جهاد أي كتمي وأين يتجهل لوكال صوي دين تهذا لوكال صوي هاي إسلام مركا أنا دلال إني أرنتن كذا دلالي لوكال صوي ولا اعتمادي كرا مركا طيب هذول روح أنت عملنا أسرة بوايو مقال لنا أذان كذي أوكال الدوين أصلها نصيده في عن إن أذان كلام مذايا في عن ونصيده هذا دولة دو سمايان لكن أنا قم سماين كرنو تهوداد والبي مسجد والبخيار كيسوله وحيسو كيني كرامتش حالة ده سوق له هذيك وهاي سوتم حد سمين المر حد سمين إيسا وحد راعي إيسا أفرك إيو أفهيس قال لا وضو وحد راعي إيسا مسجد كأدي سلادة هاي وكل صوني بدنتها هاي إنه وقت جاي لالنا يو أما ملاها وقوب بدنيا هاي إنه وقت جاي لالنا يو صوت وحوي مسجد قار وحد شربه وقت جاي ولا قاعد بيسك إيدامي ووحيد أذان وقت التمكين وقت الرياضي سميان يعني وقت واحد شرعي ودحيسيان أذان كصلاة الصبح السحور تي وقت ودحيسيان حبيك لا بدلا يا نمر أن صح هين وقت بمضى كله منايا قار وحل جيا با إن إسكاب الضاحان وواجي وبريي وحل الضباب إسك أذامه مركا روح مركا سو كله تو وحواجب كويها وحواجب كيسويا هاي عدة إن مركا سي وكو كل صويا مسجد كو كل صويا أذان كيسا إنه اعتماده أسرق قوة فراء أسرق قوة فايستو لا بأس هذي آذان يمرد سكود دويهين كأجوه الرئيين هذا اعتماده سيد احتياط كتير توه سيد دلالك كتير وكا لكن هذا ترى هذا محل لازم قوة كاتكو كل صن تهرع ودسلي هذا هاي دينهان أقوان أهان الله كعبسي أهان دلال أهان وقت جي أدويهين إلاليان والله أعلم
الله خير أنا أن كبر يعينه متكلا يجي ما ذو متكلا نقص نجا إمام واجي نقص أس كبر يو صن كاس إن سوق الله ينير هذا هو بسطه قبرنا إني عادي كقاضي علامات كي لو جرن شرينا أي أرك تفسد كالقصة البيضاء وهاي شراء يعني علامات حد ودي قمر كورنا ما ذو صباح له ولو جرتوا إنه رمضان هذا هو بسط مركه إني عادي قاضي حتى وابرك وحي يركهرن هالنقطه وإني مركزي نيسته ويحرط الصونك ما لي كان أي صنط طيب عبسي ذا أي قبته إنه عادي كسر النقطة أنا مركه وح كسوقات ماله عبسي ذا سي وحوله كسوقات ماي وإني مركه أي صنط إن قبيس كده وتبدع أنا يدنا دي ماله وحتى وابرك أكتيس هذي عدده كجوضة وإن يسن وابو هدو بري يدون ولي قبيسني النصان كذا واصح كذي بنصان كذا وضني سلادا ويقبيسني طيب سيدا وحى كتوسى حديث كعائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما وحين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم النبي صلى الله عليه وسلم واجا أبري شري أسقو جناب قبة كلن أحاسسك سلك الله بين مدي أي جنابة ذي قضاء كدي من واقع أبري شري سو جنابة ذي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وابرك كدي بو قبيس شري صون كيسن وودن شري صلى الله عليه وسلم مركا قبيس كو يدي جبويدي سو كلا دوانت مربع هذه واقع بري كيس كهر وحيرنا هالنقطة دي جو قو ما لك صون كيد قبر ولا قلي توقف هذين الهوب سنين إنه قاي لكن ما له هذا أبداً هي إنه قائنا وصيدا كله لأن غلبة الظن ذو يقين تيلم يتع شرع عدم الكليلة طيب هدي أيناً هو صنن ما له هذا أبداً لين عادي القاضي شك سنتها ما قاضي مسمى قوي مركزي ويسو جيساء مسو ميسو إلى أي هو صتو أما ما له هذا أبداً إن عادي القاضي وأن أرنت عائشة رضي الله تعالى عنها أي دمرك كوانين شرتي عائشة أم المؤمنين دمرك وحي أدري شرين صوف عادة دمرك دمرك كقوضو أي إنتي دعانك كإيمان يحبينك إنتي صوف يوح قليان صوف يوح مريان أي عائشة أسي ديب شرين مرك وحي نوع يلو عرن عرن يوحبا يا كموغ وحي ويديني أن مرك نوع عاسي مركو نقص عضو صلاة دي متكنينا وركاسة وحيدي جزا عائشة رضي الله تعالى عنهما لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة يعني إلا أد أركتان على مدي عديد ليك قداش سوب بحي شرتي هدك دقين بيدي شرتي لأن أصل الأصل ما كان على ما كان هو أصل قوله عادي قبتي إني قوضين الله مهو أنت كهوب صنيع سأعمل هذا وقبضنا يا وحي كنت لجلي سائل عادي ذي قبته مدك ذي سمركا زيد بن ثابت جوار للي أي أيضنا وحلاش شيء دمركو إن أي هبينك أنت يفينو سقطان أي كفيرين شرين عادي ذي ما كجوضي مسك مجوين ويسكو فيرين شرين ولا أي كجوضي إنك إني سن كجوين جوار للي زيد بن ثابت جوار كان سو قاعد دمركو سيد عصي سميان بالقويد وحي فيرين أمركا مجو أي مسا مجوين طيب مركا أرنت أمركا يسوق قالوا ويدي ذي شرتي وين أبين شرتي وحي ذي شرتي ما كان النساء يصنعن هذا دمرك وقت النبي سامين يلي شرين يعني إن ليس كلف أود توش قاضة أود يعني وحو يسكو في رصود سوق قاضة في نوصو هبين كي قلب في رصو عادي مجو أضيع هذا كل راي مع إذين درسنا الواحد وعمرك وجو واسكعديه مركا هدق دقينا وهي معنا يعني إلا هو عداده هدق دقينا هدين هو بسطو أما ماله هذا أبطنا وحكم كهري هدين هو صنن ويسو جيسا إلا أي هو بسطو أما ماله هذا أبطنا عدد قضي لبدا أثر بمالك بصو ساري بخارينا وشيغي رحمهم الله تعالى والله أعلم. الله خير شيخنا سؤال السقالات سألك محمد يا شيخ تراويح ذا مركلة تكنا يو مساجد ويبو حسمان وحاجر الصفاف تيرر كل لحظة
كوا سدان كتو كذا صلاة إذا ما يدي بس هذه مساجد دتك قادي كرتو صفوف كودا حرير سن هذه دتك كوفي ليهين مركاسي إن صفوف كتيرر كود حي لوجت كذا كراها كتشرتا وحنا تلمام يا حديث كمعاوية بن قرة أبيه قرة كورنيه وحليه كنا ننهى أن نصف بين الصواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا وحنا لو ديجتر وقت النبي إن صفوف كتيرر كود حي إن كصفنا وأنا نلقى إريجتر بوليه طيب وحم أمر قاتك يا حديث عبد الحميد بن محمود أنا اسمع لك كذا يقول ما لينش معه مركزه وأنا للريحي وحنا للريحي تيرر كده حضرة إنا كنت كن فتقدمنا وتأخرنا هري يقدر بنا بحنا يقول مركزه أنا كو أنا سوحي لي كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي محمد واسك إلى أن تمن تيرر كده حضرة إنا كنت كن طيب أنت أسي حديث تاسي تلمام يساو حلقة فائدة يا هدي مساجد كو وبناية هاي صفوف حرير سنة لهالي كرو إنا تيرر كده حوضو كتو كتو وهالكاس لقلو أرين تاسي كراها كتشرتا علما دو حيلادين ومكروه ولا حرام ويتيري ماركي لكن وحيلين كراها كتشرتا طيب قارنا مطلقا مو اسكا بناية لكن مساجد كو هدو حريري نغضو ومده هذا السؤال شو كنت مده حالة حالة الاختيار أي سنة هاي ضيق يبركا حديد دعوه مركاسي والقوت كنكرات تيرك مياه ودحية هل انت سين وحيل العلماء خلافكم مشروع حسوب قرينا يا الإمام ابن عربي غير وحيله لا خلاف في جوازه عند الضيق مركز علي يشروع إن لقوت كنكرات تيرك لحظة هذا خلافكم مشروع ولا سلوك يا مركان قارنوا يا مركان اللي ديها هاي ومركز هيلي كرتو إنا دمحو أي صفح للسنة أتقش صفك حليل سنة أنت تكتك تينا تيرر لحد هذا مركز وحوي كراها كترتي له هنا حديث تصفك سأرورتي يا لو كراها استمرك مأموم كواي لكن إمامك ولحستا كرا تيرر لحده نبي يقول كعبة مركو قال لو تير لحده وكتك هذا صلى الله عليه وسلم وكذلك الروح كلي مركو تكري أنا لو تير لحده وكتك كري مركز اللي ديدي وقارما ومركز صفته إمامك حرنته مركز صف لجليه وإمام لجحره لأن واحد لور ريبيه سيدنا محمد غير كيليهين نهي قال لديدين يترك لحد يقول قلت كذا سوتي سوحوي وكل جوين يا صففك إلا الوطع وليها قارقود واحد يقول تشنكا قلت كذا مسلمين تشنكا وإن لقت كذا هيا تيرك لحد إسكاله والله زازي فعلي والله واحد يورميها وماشي كواه الله دقو سيد الصح لا وحوي إلا النهي جو وحويان لأن وحوك كل جوين يا صف كيبو كلا شرايا تيرو كلا جوين يا معنا والله بعرف مركا هدي مساجد ويدك وحول اليمن ما لا لم يشهد قادام كتو كذا بالشرط إن هذا كلي جاتو كني صف كذا شيء سلا هنا برارو شنو والله كمان حتى سلا ده واجب كأي مساجد كيو بنا بعض كيس الروح كلي جي ميل تاجنو تكني نبي وحول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف روح كلي صف كذا شيء ستاجن صلاة ملها أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعبك ما جرت صلاة ديس وأنا أركي صلاة بدنه ماشى ميد ما إسكت هاجر وكرسي سقف فديه ميد بعمر ربعين ودور صلاة وتدك ماشى كوس وعي ومحو هاي مركي تدك صباح عن إسبارة ولا جرا صلاة ديزير واحد ماشى صلاة فديه كلي جاوا تفرد إذا صفوف تنا ولقو شراء صلاة ده صح مع مركز وإن صفك توك شو والله أعلم جزاك الله خير شيخنا سؤال شتمناد سألك محمد يا السلام عليكم شيخ وانكم سلامي وحن كنا والله مجال هذا تشجع سؤال أيام قبا إن كويديو شيخ مرك قار أنيق أو صومن أفكي عنروف آل أبضن أيو يا شا هدي عن لقاء صومكم أيق تبايا جربت ومايا عنروف تو متش بس صومك هدي ماشي أي كسر بحد الروح وكل لقاء إجماع ابن السوق قرية الإمام النووي عليه رحمة الله لأن واحد لسكي إلى لين كرمه واحد شيء دان لسكي إلى لين كرنا ما لاحظ محو هاي ما جعل عليكم في الدين من حرج واحد عن روف طاد لسكي إلى هديه له قلها حديدي واحد شرع عضو نضت كحديدي مجل يسو طيب مركا عن روف طال لقيت ده السوق مجلس لكن هاي سلس جنوها أورورني يعني واحد ليه النووي عليه رحمة الله
إذا ابتلعها من معدنها معدن كوا ميشي كسب بحيس هذا ضري أصيل لقدو لملا هذاي أورورتو أي صباح ذو أي أفكا كصباح ذو والروح ديب أولقه علم هذا مربع قارب قمر كائن صنك شوي طيب أفكا تنا هذاي كسر لما توب بناك تما دور روح ديب أولقه مسورو بكرتا عسورو بكر علم هذا قال له هذو ديب أولقه وحليه الحنفية ذا يشافعية ذا حنابلة ذوبا صنك واتشبيا لأن أمريكا عن روف تي سي ماشي دي كتالمه ووحص وبحي بناك وككينه أو اللي قيوه شافعية دي حنابلد وحي كدرين حتى هدو بشينتا إسو قردو عن روف تنتا تصوى أورورسا أي بشينتا سو قردو أو ديبو عاليسو سو قردو واتشوه أمريكا هنا أورورنين بشينا سو قردسيني ماشي دي كسو بحي سو كلق مشكلة ملا سو قردو واسح إن شاء الله تعالى والله أعلم جزاك الله خير شيخ سؤالك وتمناد شيخ أنا وجنابة قبى صومك ميجان صحية قف كدمر كأمرك الجنابة كقب سنة سو تمها ما يفر فريسا مخصبة إن تمها ولا رغضو ولا بس سؤالات بالظهرة روحها هدي جنابة وقبريه أما قبر يدو عادة قبت عادة دي أي كرمات لكن أي سن قبى سنين دواق وبريه ويصوميان صوم كودن وصحيح قرآن كنا وكتوسي سنة النبي كنا وكتوسي إجماع كنا وكتوسي قرآن كوحى لك قاتي قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عنيتانك يا عبيتانك وحى لنوء قلاد إلى واقع عداد صوما قلمض وعلمت يعني قلمض روحوا قلمض صمين كرا إلى واقع عداد طيب كلمة دي سو وطيب واجي مركو عدادي وتشي وحلي قلود دي ذي سو ما جنابة قبو سو واجي نو مبرين سون كيس وضني حديث كي هذا أنصار شجنا يا أم سلمة يا حديث كي عايش يا أم سلمة النبي يقول واجو أبري يشري سو جنابة قبة كل أنو حاسس كي سلس مي هبي النمو جنابة دي صدق قبة واجو أبري يشري كدي من صلاة دو قبي سنشر سون كيس نو وضن شري صلى الله عليه وسلم وحسيده كلا سو قرن علماء اجماع ابن العربي يا النووي يا ابن حجر وحيليه والسلو قول ياهي وجنابه اما حيض هبين كي اها ولكن قو اي ولكن روح وسنك قبي سنين واقون اوبري صونكي سوح ميالي صونكي سو وضن يا روح وحاسو هري هدي ومالي نمدي سوق صوما اي ليكو اي كتمات دمحو اي منيدو كتمات مثلا وو قروي الساحة ذي والرياضة بيه بكيمة صنك اسمه صحية ها بالإجماع خلافكم أشروا لأنه وحوي خيار كيسكم مصابحين مكلف معه روح مركو هرتو سيدة ذا ومكلف معه وحو سمي الله قف صن معي هذو اسكا هذاقه ما تنقال لي مكو هذاقه قالوا بماي هذي هرتو ذا صلاة وقتكتو الله ما هيست وقلين وقتي وصوك عمبو تكنيه مركب مكلف معه النبي وكيل صلى الله عليه وسلم صدح روح قال لك والله قهر قاضي وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل يعني روحه هرد الى اسو برارغو قال المسار الماء يركى الى وقان كار روح عقلي جيسو تغي اما نعس كان عقلي لهين اما والن الى عقلي يشو وفهمه ددكاسي قال المسار marka haday khiyar laan biyo kaaga soo baxaan maalinimadii adoo sooman soonkaagu waxba noqon maayo laakiin hada adoo isaga soo saarto gaar yaa dad si geysato ama uun sabab adoo leedahay aad biyaha ku soo saarto culimada badankood marka wax ilaa soonku waa jabaya waa inuu toobad keeno qalleeyana maalinkaasi wallahu aalam su'aasha labaad ama shadriga labaad ee su'aasha waxa su'aasha labaad oo salaasayil kaas waxay ahayd دمركم مركي قبي سنيان تماها مفرفريان حديث باكوسا أرورتي حديث كهروة حديث في صحيح مسلم حديث أم سلمة وتلمام يا إنين دمركم مركي قبي سنيان إن تماها فرفران أيسا لازم هاي وحيلاد أم سلمة وحن يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة رسولك إله يو
وحان أي هؤلاء يبانه تماه يجان تتعا أما وان صها مركن قبي سنة يوميان فرفرة عن جنابك قبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات وحكوا في لنون دور نصدح قور إن المضحك بيها كشبت لكن تماين أفرفت وما بهنت ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين كدي من بيها إن تلك كشبت سيد الظاهر كن نغطه وحكى لو يستقر التوصي حديث صحيح مسلم وكل حديث عبيد بن عمير عائشة وحسو قاري عبد الله بن عمرو بن عاص صحابي قال لي هذا إنه دمر كأمر يو مركز قبيسان إيسان مدحين فرفرة تماها فرفرة بوليه عبد الله بن عمرو صحابي قال مركز عائشة وحيتر وركي سمرك يسوق وحيتر يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقض رؤوسهن عجب يلا يا بوليه يا ابن عمرو دمر كفر يا بوليه تماها فرفران مركز قبيسان إيان أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن بيت مو أمره إلى تماه لهم بس كحيران مركولة تماه فرفرة تماه لهم حيرم الله بيت عائشة رضي الله تعالى عنها مركز واحد تري لقد كنت أغتسل أنا والرسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات نبي قال لا قبي سنشري بيتري هل ويل بنكوا ذقبي سنشري ما ننكسي هذين شرين إن أنا مضحي قبي خشوا بس صدح قار أنت كبر تماه ما فرفرة شرين بيلاد تابرك وحي حديثة سوت الماميسة واجبك وحويان هوين يذو إني شركة أي بيها قارسيسو لكن هدي بيها قارسين كرتو يضو انتمه هذا فرفرين إني فرفرت الله مباهنا هدينا قارسين كرين مركا واجب إني فرفرتو لأنه علماء ذو وحي إسلو أقوليهن ماشا تموه كسو بحيان بشارة شركة إني بيه قارن ولازم قبيسكو إنه قارن ولازم هذه مركّة هذا فرفر الآن قارسين كرتنا قارسي هذا من قارسين كرينين فرفر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مركّة واجب بين قنيسة على هذا الأساس طيب ابن عمر نص إذا سو كل أهان شري أو وحو أمر شري إذا داري من سناد جيد وكوري دمر كيسة هي الضوء مدي سو عرور للي وحو أمر شري إنه كقبي مركي جناب ذي حيضة كقبي سنة يعني إنه يتمه هذا فرفرين لكن قوينت إنه كحيل إرادة مركا سيدا صحة إن لك لقاضو حيض كقبي سكيسة هي جناب ذي كقبي سكيسة إن لك لقاضنا والرأي ضعيف وتبردرا أما كقبي سنة يسعادو أما جنابها كقبي سنة يسو مسألة سيدا سوية شركة بيها قارسي هدي أي قصبتو إنه تمه فرفرتو هذا سيكاليكو قارسين كريني إنه تمه فرفر هذا كمار بيكرتوا شركة تبيها قارسين أبيها قارسين كرت أضاف فرفرنا إن أتفرف الطوم بعهند والله أعلم. سؤال شو ضم بيسا سؤال شو لتبنى هذا وحلا هذا هاي شيخ وحلا يقول شيء صدح بلاد أصانة مرنا أوربان لها مرنا المأيا نوتشني ولي مركي أورك أن لها نفت إذا وما بقين مركي المها نوتشني أنا المها وما بقين dhowr soon oo kalana way ugu soo galeen waana sooma inta aan awoodo laakiin igama dhamaan wali maxaan sameeyaa haweenka markay uur leeyeen iyo markay nuujinayaan ba inay soonka afuri karaan xadiis cad ba ku soo aroray xadiiska Anas ibn Malik ibn Ka'bi nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ruuxa socodada ah wuxuu ka dajiyay soonka iyo salaada niska هؤلاء إذا نوتشيني سيمدة أور كلنا وحكدة شيء صونك حديث كاسي وحديث صحيح أحمد تلميذ نسائي غير كود بصوص هاري ما كلا قاعد الحديث إني نفط وضع أبقاني إني الماء أبقان لكن علماء وحيليهين مركي أفوري كران وإني بقان وقد انتو أما يقع كساب صناته لأن مركي أور لي ضعي أما نوتشيني سوى ضعيف أما الماء كساب صناته ومر أما أوركو كتيرا يواتبر يريه أيدو كنو ليها نفقده أما ونوغا يعاني أيدو كنو ليه مركا رقصة دا سالسيه هذا يبقان إنه إسكا أفران تا حديث عد بيلا طيب هذا يأفران ويسببتا أو أفران محاكو واجبا الكاسي علماء مركو إسكو قلافيا سيء بدين يوحي ليهين قضى واجبكو
أفرت مذهبه وإسلو قولي إن قلل لقولي قياسا على المريض بيلي روحي جرنا مركو صومي سو قلل لمردهن أيقنا سكيو كليلم بذيهين ها أفرين كدبنا ها قللين شافعي يدي حنابلة وحي راعيين مركي أفران بيك لقادين وهذي نفتي ذو أبقضو ويسيدا درتي ذو أفرتان قلل بس لقولي هذي المها بقضينا يبقضي درتي ذو أفرتينا وحيلين مركا قلها وحيراعين يسراشين تفصيل كاسي أي شافعي يدي حنابلة مرين دليل عضو صريحة مالها مثل اجتهاد واحد سيدا ازدرادت على الصحيح وحاقون لقربا لبقوربا إلى قليا سيدا وسيد الله بضيع مذهب كلاج شرا وعبد الله بن عمر يا عبد الله بن عباس كأصحي إسحاق بن الرهوية نقوقات إمام كي محدد كفقيها ورهيا سيدا ضبق الله لكم له راشين بيبحنا يام إلى عبد الله بن عباس وقياس قاتي روح وين داء داء سومي كرواي يهوين تقول كلا يمدن روتشين سواء اسكوميد بكرة ووحود للشدي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هل كاسو مريي أحكام تاسوسيي مذهب كاسي ومذهب ورأي كاسي لبدا الصحابي اللي قوري من قدامه وحوليه هاي صحابة حذ خلاف صن لما هيو سيداس دراتي دوحان لنا هاي احتياط كي يددالك وحو كتشرا حقا ليان كل بصي أكري كران هدي صومانكو كبتان و سندنا ينو جنس سندنا مركاسي أي أي أور لهي مركاسي أو صونكي ترد كبت و مركا قليه كو أتكاد مركا وحان لنا هاي حقا دتو مذهب كان لبدا الصحابي علم دا قاركود نمرين أو أح راشينون هبيس قلها كدعي مركا وحنا نورينا مركة تيسير كي شرع هذا هي رفع الحرج كي هي مسألة ذو اجتهادية هذا يبقى الصحابة ذي النبي قارن مرين فوق هذا نقار قاتين روحنا حرج هي حدود أبو قلا مركة سواحوي مخرج شرعي واه والله جهل كاس مركة قادن كريان وأمرك مدة دراته ووقت جونا أي أتكاتو إني قليسو كو قليسو أي قليسو مذهب كلا بدأ الصحابي ويقادن كرتا مركة ووي مري كريان دو مركة والله فتوان كرا وين الراعي كريان مركة محي لي دمر كاسي دي امدي بي بديان با يا امدي هدي بديان سو ابال غد مله هدي ويلل يي قبدي نغه درجيين سو اوغا اي واخ لو راديو با هدي لوغو ادكيو ددمر كو دبي مايان شيخ حسن كيا اي داوي دي كيدبنا تيردنا يران لانغا با نوقنين سو با امدي با يران مركو امدو هبدته قبلها اي واخ لو هلو مركو سون كو ادكادو ومقصد شرعي واحد. هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا واحسن الله اليكم شيخنا الله كبرك يا الله سبحانه وتعالى عافنا يا عمر دير شيخ الله وسيادي انت اسئله كوجينا ما انت سؤالها غانت لو سو قرو وخا كفيعن كو لا سو قرو او واتساب كاما بيج كلو سو قرو واي غانت كو لو سو قرو وخا لا يابا ان لا فهمين وخا وصلنا مره بيج كمسيدكا سيغسكا Nairobi Facebook ama number ka WhatsApp ka 17 413 3300 inagu soo diro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh